صباح الخير سلمى. يسعد صباحك عفاف. كيفك اليوم؟ رواء، كيفك انت؟ ان شاء الله دوم يا رب. الحمد لله تمام. صباح الخير لجميع مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا، ان كان من داخل او من خارج سوريا. اكيد بدي اتمنى لكم بهذا الصباح والصباحات القادمه كل الخير وكثير من الرضا وكثير من الدفى لقلوبكم، خصوصا بهذا الجو واللي مضي هالمنخفض على خير. كثير ناس يمكن اليوم مكتئبه بسبب الجو او بردانه، ما علينا الا انه نتفائل بالحياة، مو حكي بس لأنه الحياة بدها تفاؤل وبدها ابتسامة، لأنه ما رح نستفيد شيء وما رح تتغير أقدارنا إذا زعلنا أو رضينا يا سلمى. أكيد. يسعد صباحك عن جديد عفاف. صباح الخير لكل المشاهدين وين ما كانوا عم يحضرونا. أكيد نهار جديد ومحطات جديدة ضمن صباحاتنا. دائما بنقول هيك يا رب الله يبعث الخير، هذا المنخفض كان منيح وإن شاء الله يزيدوا الأمطار، أمطار الخير لحتى تكون هالصيفية شوي خفيفة ويكون متوفر في شوية مي. إذا ما نزلت مطر ما حيكون في مي بالصيف، فإن شاء الله يا رب يزيد الخير على بلدنا. وأكيد لكل يلي بيحبوا التلج، جبالنا اكتست بالثوب الأبيض كمان، إن شاء الله يا رب الكل يقدر يستمتع بشوي مزايا هالشتوية. ضلوا بألف خير. خلونا نبلش محطاتنا ولكن بعد ما نصبح بغنية. مثل ما تعودنا مشاهدينا كل يوم لازم يكون معنا مجموعة من المعلومات الجديدة والغريبة ممكن نكون لأول مرة عم نسمع فيها. خلونا نتابع ضمن التقرير. هل تعلم أن الدماغ لا يستطيع خلق صور وجوه لم يراها من قبل؟ لذلك عندما تحلم بشخص ما لم تراه أبداً، أعلم أنك قد لمحته لو لجزء من الثانية. وهل تعلم أن بعد اكتشاف عربات التسوق قامت المتاجر باستئجار ممثلين لدفع العربات والسير بها داخل المتاجر، وذلك لتشجيع الناس على استخدامها؟ وهل تعلم أن العظام تتكون من المياه بنسبة 31%؟ وأخيراً هل تعلم أنه إذا حصل ضرر لإصبعك الخنصر ستخسر يدك 50% من قوتها؟ أما هلأ كمان عفاف، مو بس خلينا هيك شفنا شوية معلومات غريبة، خلينا نرجع ونقلب بروزنامة التاريخ لنتعرف على أبرز الأحداث يلي سجلت حضورها بمثل هاليوم وشكلت حكاية اليوم. اليوم 1 شباط، كثير من الأحداث شكلت بتتاليها ذاكرة عبر الزمن، ومن أبرزها بعام 1814 أكبر ثورة لبركان مايون بالفلبين تقتل 1200 شخص. بعام 1884 نشر أول مجلد من قاموس أوكسفورد الإنجليزي. بعام 1893 توماس إديسون ينهي بناء أول استوديو أفلام معروف باسم ذا بلاك ماريا في نيوجيرسي. بعام 1918 روسيا تتبنى تقويم الغريغوري. من الشخصيات يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1796 أبراهام إيمانويل كاتب سويسري، وبعام 1905 إيميليو سيغري عالم فيزياء إيطالي وحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء بعام 1959. من الشخصيات يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 2012 فيسوفا شيمبروسكا شاعرة بولندية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب بعام 1966. سلمى كلنا معرضين يمكن لضغوط الحياة، إن كان بالحياة الشخصية أو حتى بالشغل، وكثير من الأسباب ممكن تضغط علينا وتسبب لنا كثير من التوتر. ولكن اليوم ضمن هالفقرة رح نتعرف على طرق رح نتعامل مع هذا الضغط ونخفف من أثره يمكن بأقل جهد وأقل وقت. خلينا نتابع سوا ضمن التقرير. تقلل مطالب الحياة وحدة المنافسة من مساحة الهدوء النفسي، لا سيما بعد أن أصبح الضغط العصبي رفيقاً لنا في معظم مراحل الحياة،
فالنجاح يحتاج دوما لجهد متزايد. بعض الأمور البسيطة في الحياة قد تساعد على إعادة التوازن الداخلي، ونبدأها بالاعتراف بأنه من غير الممكن القيام بكافة المهام مرة واحدة. أيضا لا تخلو الحياة من العديد من الأشياء الجميلة مهما كانت بسيطة، فالجلوس لساعة واحدة تحت أشعة الشمس أو قراءة كتاب جيد قد يقلل من الشعور بالضغط العصبي. الجلوس مع صديق مقرب وسرد كل ما يزعجك أيضا يساعد من ناحية على تبسيط حجم المشكلة. ممارسة هواية قد تحبها يعطي الحياة توازنا يساعدك في التغلب على الضغوط العصبية والمصاعب. هي أمور بسيطة لكن مفعولها كبير، ممكن يساعدنا على تحقيق هدوء وراحة نفسية. رح نروح لأولى فقراتنا، واليوم فقرتنا التربوية للأطفال. يمكن كتار مننا بيشوفوا الطفل الصغير عم يبكي بحساسية زايدة عن غيره من الأطفال، وبيتساءلوا إذا كان أقرانه عم يتعرضوا لنفس الموقف بس ما عم يعملوا نفس ردة الفعل، شو السبب يا ترى وهذا الشيء على شو بيدل؟ صحيح سلمى، واليوم الحساسية المفرطة إن كان للطفل أو للشخص الكبير أكيد رح يكون في إلى آثار سلبية على شخصيته وقدراته العقلية، ممكن تدخله بمتاهات كتير، وممكن كمان تزيد عنده حتى ما ممكن أكيد تزيد عنده الإجهاد والقلق والتوتر والانفعال والعصبية. فاليوم كتير من الضروري من كل أهل إنهم يعرفوا سمات أطفالهم الحساسة ويعرفوا كيف ممكن إنهم يتعاملوا معهم ويفهموا طريقة تفكيرهم أو يتجنبوا هي الصفة عندهم. اليوم الحديث عن هذا الموضوع بشكل مفسر أكثر معنا اليوم الاختصاصية التربية الخاصة ريم سعد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح النور، أهلا وسهلا، يا هلا. صباح الخير ريم. صباح النور، أهلين أستاذ. يعني اليوم رح نحكي عن تقريبا هيك شخصية الأطفال، وحددنا بالذات الطفل الأكثر حساسية. تمام. ويمكن أول الإشارات أنه هو ردة فعله بأي موقف تتغير شوي عن غير موقف. تمام. عن غير مواقف، هل هي هي الصفة الوحيدة اللي بتميزه أو لا؟ خلينا نبلش نعرف أكثر. تمام. الطفل الحساس، هلا الحساسية خلينا نتفق اللي بدها تكون عند الأطفال وبعدين عند الراشدين هي نتيجة يعني مشاكل انفعالية، أو ما خلينا نسميها مشاكل بس نتيجة أحداث انفعالية ممكن تكون كتير وراثية وممكن البيئة تساعد فيها اللي بينمو فيها الطفل داخل الأسرة. ما عندنا شيء اسمه بالاضطرابات أو بالمشاكل عند الأطفال أو عند الراشدين الشديد الحساسية. هو دائما عرض من شيء أكبر أو من ظل أكبر بدها تكون منه. خلينا نحكي عن الطفل الحساس. غالبا هي من هو بيكون طفل رضيع لسه، طبعا بالأشهر بنلاقي إنه هو فورا بيتأثر، أو ممكن بتقلك في تعبير عند الأمهات إنه قلب شفته، يعني إنه بلش بده يبكي أو تضايق أو زعل. غالبا هذا بيكون شيء وراثي، يعني كل ما نحن شفنا مظاهر بطفولة مبكرة أكثر غالبا هذا بتكون وراثي، لأنه لسه البيئة ما قدرت أو لسه ما إجت دورها بأنه هي تساعد بالورد الشخصية عند الطفل. خلينا نقول إنه بالشكل العمومي الطفل عنده وراثي. تمام. ولساته لسه طفل صغير وعنده حساسيات، يعني ممكن نهر بسيط من الأم لموقف أو فعل عم يعمله ممكن إنه يأذي، سبب له نوبة من البكاء، الهستيرية أو الإحباط، يعني الإحباط يعني اللي ممكن إنه ياخذ زاوية ينزوي فيها وبين عليه الحزن والزعل. غالبا الأطفال ما بتعرف ليش هي نهرت أو ليش إنه ممنوع نعمل هيك حسب عمره، يعني إحنا بدنا نفسر ممنوع لأنه بصير 1 2 3، أما ما فينا بس نقول ممنوع ونسكر الباب، لأنه هو ليه ممنوع؟ معناته أنا عم بتعرض لأنه إنه ما أعمل شيء، ما لازم أعمل شيء، أنا بس لازم أضل هيك قاعد. تمام. هي إذا حكينا على الطفل الحساس. بدنا نضيف كمان إنه أحيانا يعني أطفال فرط النشاط، أطفال اللي عندهم قلق طبعا ممكن هذا يكون كتير بجزء منه وراثي، أطفالي عندهم اكتئاب طبعا نتيجة الظرف أو عندهم الشخصية الاكتئابية، يعني حتى لو لسه ما تبلورت بس إن عندهم بعض السمات اللي ممكن البيئة تساعد بأنه تكون الشريحة تبعها أوسع، أو إنه نحن نقدر نسيطر عليها ونحافظ عليها من الطفولة. هدول كل الأطفال اللي عندهم نشاط زائد أو اللي عندهم مشكلة بالانتباه بتكون عندهم حساسية أعلى نتيجة مشكلة بالجملة العصبية، يعني
خلينا نسميها مشكله او بيكون في خلل بسيط يعني ايجابي او سلبي بيعطيهم هي الحساسيه اللي هو الانفعال البكاء الشديد او اذا بدنا نسمي الحساسيات او الفرح كمان الفرح الشديد هو شيء من الحساسيه يعني لما تكون انبسط او سعيد لدرجه كثيره فهذا كمان الحساسيه ممكن اي موقف بسيط يعطيني هي الحساسيه او هي الشعور بالسعاده. هلا اذا بدنا نصنف انه هي الحساسيه مشكله ممكن احنا نشوفها اكثر بوقت دخول الطفل للمدرسه يعني احنا كعائله ممكن ما تسبب لنا كثير مشاكل من راضي بنحاول شوي ندقق على تصرفاتنا مع الطفل بس بعدين وقت دخول الطفل للمدرسه بصير دائما في عنده شكوى رفقاتي المعلمه هون انا يعني سيف ذو حدين صار انا كأم عاطفتي بتغلبني فممكن انه انا فورا على المدرسة الولد عم يتعرض لواحد اثنين ثلاثة في مشاكل المعلمة ما يمكن المعلمة ما أنا حاببته لا ما مو هيك المشكلة فبنحن نخلق وعي يعني عند المعلمة أو الشخص المسؤول بمكان هذا التربوي إنه الطفل ليش ممكن يكون حساس وعند الأهل إنه لا نحن نتيجة واحد اثنين ثلاثة بنية الطفل الحساس هو غير حساسية هو كتير بيلاحظ الأشياء يعني هي عينه اللي بتقرأ قبل عينه بتقرا الشخص اللي قدامه بتقرا الانفعال بتقرا التصرف يعني كان يجي حزين على البيت لانه رفيقه نسي السندويشه تبعه وكان زعلان حتى لو قاسمه بضل حاسس بنفسه انه في رفيقه بكي او وبيلاحظ كثير في اطفال بنشوفهم بيقولوا لاهلهم انه كانت المعلمه اليوم زعلانه ليه زعلانه كيف عرفت انه زعلانه ما ضحكت تمام او ما طلعت فيني طبعا هذا بيرجع لقدره تعبير الطفل الكلاميه اللي عنده بس بيقدر هذا الطفل يشوف الشخص اللي قدامه وياخذ الشعور تبعه من دون ما يبذل المجهود اللي بيتطلبه بعكس باقي الاطفال طبعا هذول نسبتهم شوي بتكون قليله يعني ما عم نحكي عن يعني يا دوب 15 انكثرت 20% من الاطفال يمكن هذول يصيروا يكونوا راشدين الحساسية هي الحساسية الزايدة هي إلى إيجابيات يعني هي ما أنا شيء سلبي لا إلى كتير إيجابيات بالأخص إذا ترافقت بالكبر مع المهن يلي بدها بدها كتير إنسانية بدها كتير تقدري تعرفي التصرفات أو السلوكيات الأشخاص يلي أو الأطفال اللي بيكونوا جنبك ومنها مهن كل شيء بتختص بالطب النفسي والعلاج النفسي والأخصائيين النفسيين هدول الأشخاص مثال يعني مو الحصر القدرة الحساسية اللي عندهم هي السبب النجاح عندهم بالأعمال تبعهم أو بالعيادات عندهم أو بالقصص اللي بيشتغلوها مع الأطفال هي بتكون نقطة كتير إيجابية ليكونوا أشخاص ناجحين بهذا العمل تعامل معهم صعب طبعا لأنه دائما أنت كشخص بدك تتعامل معه في مفصل قدامك أنه أنا أعمل هاي الخطوة ولا رح ضايقه أو رح خليه يتحسس مني خلينا نكون مفتاح كتير بسيط بالطفولة أنا خليني جنب هذا الطفل دائما بقولهم للأهل أنه حطه لأنه بده يعطيكي مظهر خجل يعني ممكن يكون طفل خجل بالمدرسة أو بمحيط العائلة هو طفل محبوب لأنه طفل بالمجمل ما له أي مشاكل يعني ما رح يعمل خناقة مثلا لياخد فهو رح يتاخد منه غراض وحيكون مبسوط سعيد أنه هو ساهم بإسعاد الأشخاص الآخرين ممكن يكون مع عائلته ويشوف أنه في شخص مستوى المادي ممكن يكون قليل يشوف مثلا الثياب اللي لابسها او طبيعه الاكل يعني الاطفال يعني بيلاحظوا كثير تفاصيل بسيطه ممكن يرجع البيت وهو حزين انه انا شفت يا ترى بيقدر ياكل كشفته نايم بالشارع ما راح يبرد ما حتاخذ حيز من التفكير الاهل حيستغربوه واذا تهاجم من الاهل او من الاسره كيف يعني تهاجم يعني انه خلص لا بصير لا هذا حيضل شاغله هذا التفكير ما حيقدر يتخلص منه بسهوله فهي حتكون يعني صعبه شوي التربيه بالنسبه للاهل مع هذا الطفل بدهم يراعوا شوي مشاعر لا يتجنبوها بدنا نحطه دائما ننمي عنده الشيء التجريدي يعني الشيء اللي بنخلي المنطق بنفس علو العاطفه منطق يعني في عندنا كثير رياضيات في عندنا كثير شعر في عندنا كثير قراءات هي قدر الامكان بتوازن عند الاطفال بحسب العمر العاطفه مع المنطق فبيكون الوضع الطف
طيب خلينا نضوي على نقطة كتير مهمة. اليوم أنا إذا طفلي بيتحسس من أي كلمة أو أي موقف صغير وما بيتحمله فوراً بيصير بيبكي يعني لدرجة البكاء الشديد يعني بقهر. هون طريقة التعامل مع هذا الطفل كيف وليش شو سبب هذا البكاء الشديد؟ تماماً. هلأ حتى ما كتير أضوي أنا على المشكلة ودائماً حسس أنه لأ لازم نحن يكون في بكي وهذا أنه خلص بدي اتعامل بالوش الجامد الثابت. يعني انا متعاطفه بس انا بنفس الوقت ليه هذا التداعي هذا تبع الموقف؟ طبعا. ليه اهدى فكر وبنحكي. دائما بقول بس على حسب عمر الطفل. بس يهدى الولد ويبلش يحكي انا فيني هون وقت حكيه يستوعب او يفهم الكلام اللي عم بحكيه او اشرح الموقف يلي صار انه ليش عم تبكي تماما. مثلا حتى اي حتى الشخص الراشد يعني انا وقت بدي يكون عندي شخص راشد. هلا كنا عم نشوف من شوي بانه في كيف الاشخاص الكبار او الراشدين بيحسنوا شوي نفسيتهم بانه يحكوا مع اصدقاء مقربين. طيب حلو، انا كصديق مقرب او كانا اخ او اخت بالعيله مقربين نحن من بعض دائما لازم انطر الشخص ليهدى. شو ما حكيت بفتره الانفعال تبعه العاليه هو ما رح يسمعني لانه العاطفه بتخفض المنطق يعني ما حيقدر يستوعب اي شيء او يحلله صح. فانا دائما بستنى قدامي ليهدى حتى لو كان طفل بعدين ببلش بحكي انا وياه. اما اذا بدي حاكيه وهو بقمه انفعاله لحاول هدي لا حيهدى وحينفر مني وانا رح اعصب انه طيب شو اعمل اكثر من هيك. لا خلينا يكون في بايدينا استراتيجيات اهدى روح منفكر منحل ما بيستدعي الموقف كل هذا. وبقول ليش ما بيستدعي مره على مره انا بعمل له خبره يعني بحطه بكثير خبرات وبعرضه نفس المواقف ومنحلها هون بخفف الحساسيه ممكن يصير لحاله تماما. نعم ممكن يصير لحاله ويفكر ويحل مشاكله لحاله. الخبرات راح تعلمه والحياه راح تعلمه تماما حتى لو ما كان في تدخل بس راح يكون تعبان يعني حيكون تعبان. الحساسيه هي متعبه ما انا كثير ممتعه هي بتفيد بكثير تفاصيل بس هي متعبه للشخص اذا ما كان في له داعم دائما يفسر هي الاشياء او يفهم حساسيته. بس انه بنفسه طبعا على الرشد حنكون بنفسه ايه بنفسه حيكون بس ممكن لاقي عنده بعض المشاكل النفسيه هذا وارد اكيد. طب استاذه ريم يعني هي احد الاستراتيجيات انه انا اصغي له اسمعه شوف شو المشكله لحتى يهدى بعدين احكي معه. كمان احيانا كثير ما بتكون هي رده الفعل. في اطفال بيكونوا حساسين جدا بس بينعزلوا يعني بياخذوا العزله لهم انه ما بده يحكي مع حدا ما بده يقول لحدا شو صاير معه بده يبكي لوحده بده يحبس لحاله بغرفته ما حدا فهماني ما حدا عم بحس فيني تمام. بيعيشوا في اطفال بيعيشوا من هذا الجو كمان هدول كيف ممكن يتعامل معهم الاهل؟ تماما حلو كثير. هلا هون نحن غالبا بنكون بلشنا نصير على حفاف المراهقه ممكن يعني من 9 وطالع كونه هلا المناخ عم يلعب دور بالفترات اللي عم تكون فيها يعني هي 9 سنين هو عمر طفولي بس هو عم يكون اعتاب مراهقه ببعض المظاهر. اللي بينعزل وبيقعد لحاله انا اعطيه المساحه بس بنفس الوقت امتى انا بفرغ او امتى انا بحكي شو اللي جواتي وقت بكون مندمج بعمل بحبه. فاللي عم بيكون قاعد وعم يحكي معي وعم يسالني انا حاسرد يعني حاحكي وانا مرتاح دماغي شغال وعم بحكي شو صاير معي. غالبا بنتعامل بنحب نقول للاهل انه رسموا الوان ورسموا وراء وبنحكي. ممكن نحن نطلع نمشي دائما كل شيء حركي بخفف من المظاهر النفسيه او مشاكل النفسيه اللي بتكون عند الشخص يعني بخفف قلق بخفف اكتئاب بينصحوا فيه كثير الاطباء النفسيين اللي هو الرياضه والحركه. فينا نطلع مشوار فينا نروح على جنينة بحسب عمر الطفل فينا نرسم فينا نسمع موسيقى كثير كمان فينا الموسيقى ممكن تكون صاخبة يعني نرقص يعني نحرك نقعد نضحك فبنحكي نكون مرتاحين الدماغ قدران انه يخرج المشكلة اللي صار بأريحية تماما. احيانا الطفل ما بيلاقي مصطلحات ليقول شو المشكلة ما بيعرف يعبر ما بيطلع بايده فبينزوي. بدي احاول دائما انا اعطي معقول انت حاسس مثلا معقول انك زعلان لانه رحت وكان ضايع منك الالم معقول انت زعلان المس فكرتك ما انك دارس لانه نسيت انت كلمه
معقول اعطي احتمالات على حسب المشكله، يعني قدر الامكان لحتى ساعده بانه تكون يعني تساعده اللغه بانه يعبر عن المشكله تبعيته. ولكن اليوم ما كثير موجوده، يعني الام الله يساعدها بدها تلحق على كل شيء، ممكن صح ثقافه الحوار ما تكون موجوده عندها مثل ما تفضلتي حضرتك، وممكن بما انه هي متواجده مع الطفل اكثر من الاب فممكن ترتكب بعض الاخطاء بالتعامل مع هذا الطفل الحساس. شو هي ممكن تكون هاي الاخطاء اللي ممكن تعقد الحاله او تزيد منها؟ كثير هي بنسمع احيانا انه ايه خليك عم تبكي، خليك زعلان، خليك متضايق، لا تحكي. هون انا بثبت، يعني هون انا بارجي الولد يعني انه مو فارق معي، فهي حتزيد حساسيته انه انا مو معناته انا مرفوض، يعني انا حتى من الاسره مرفوض، حتى من الوالده مرفوض. ما فينا نحط اللوم على الاهل لانه كمان الاهل هن مضغوطين. صحيح. يعني خلينا ناخذ ابسط شيء والاشياء اللي مانا مكلفه، هنا نحكي على الطبقه الوسط من الاهل او الطبقه اللي اقل من الوسط. دائما نخلي براسنا، يعني زي ما نعطي توصيه انه الحركه وحتى الاعمال المنزليه برغم بساطتها هي بتخفف من حده العاطفه او بتخفف من حده الانفعال، فنحن نقوم فيها. يعني بتوقع كلياتنا قادرين انه نعمل 10 دقائق او نص ساعه نرقص بالبيت، موسيقى عالية أو صاخبة شوي تخرج الشحنة الانفعالية اللي عنا، نطلع نمشي. أنا أم مضغوطة، طيب امشي كل يوم نص ساعة ساعة، هي كفيلة. ما عندي وقت، بلتقى وقت، يعني أنا ماني مع فكرة أنه ما عندي وقت ما عم لحق. طب هي أساسي، خلينا نحطها مثل ما نحن بنقعد 10 دقائق نص ساعة لناكل أو لنشرب القهوة تبعيتنا أو لنقرأ كتابنا أو لنتصفح الفيس. ما في أم أو عائلة أو أهل ما بيقعدوا بتصفحوا الفيس أقل شيء أو وسائل التواصل أقل من نص ساعة. طب هاي النص ساعة هي كفيلة إذا أنا طلعت مشيتها بأنه تساعدني، هي بديل دوائي ببعض الأحيان أنه أنا أكون مرتاحة أكثر وراجعة بنفسية حلوة، لأنه أنا بس أطلع أمشي أنا عم شوف ناس عم بتفرج، عم شوف عم فرغ، يعني حتى السيارات اللي عم تمشي قدامي وأنا عم تابعها بعيني كمان هي عم تسحب مني شحنة انفعالية أنا رواق. وإذا بيكون أنا وعم بمشي عم بسمع شيء، يعني مثلا ممكن كتير نلجأ نحط شيء بإذننا ونسمع حتى ما نضايق اللي حوالينا، فكمان هي حتكون حتساعد بشكل أكبر. دائما في حلول مهما كانت بسيطة ومهما كانت البيئة ضعيفة أو ما في، أو نقول ما في إمكانيات لا، في دائما في، ما في يعني ما في هذا اليأس إنه ما في وما بنقدر، مندور منلاقي. أكيد. يمكن كمان أستاذة ريم مثل ما قلتي هو تنظيم الوقت شيء أساسي لحتى نقدر نحل أي مشكلة كان سلوكية مع أطفالنا. قبل ما نختم، أهم النصائح اللي بتحبي توجهيها اليوم لكل الأهل إن كان اللي عندهم طفل حساس أو عندهم مشكلة ما عم يعرفوا يتعاملوا معها، أنت يتوجهوا كمان لأختصاصي؟ تمام. يعني بحب أقول إنه الطفل الحساس هو طفل موهوب، لأنه غالبية يعني الفنانين بيختصوا بالفن، بيختصوا بالرسم، بالموسيقى، بكتير تفاصيل. نرجع لطفولتهم حلاقيهم هنا كانوا أطفال جدا حساسين، فالحساسية عند هدول هي نعمة إذا قدرنا نسقلها ونشتغل عليها كتير منيح، حتكون ميزة عن طفلنا، حتكون ميزة عنا بالأسرة. بدها شوية صبر وطولة بال بالتعامل، بس هي ميزة، وكل ما سقلناها نحن ساعدنا طفلنا. ودائما نلجأ للمنطق بحل أي شيء بتواجه معه الطفل، ونقرأ، يعني أبسط شيء إنه نقرأ. نحن كأهل كتير حنفيد أطفالنا بهاي الناحية، والأخصائي إذا أنا أعدمت الوسيلة بإني ساعد إلجأ لأي أخصائي بأي مراكز. الدولة كتير عاملة مراكز وفيها جزء منيح مجاني، يعني ما حأتكلف شيء. أكيد. تمام. بسأل وأكيد حيجاوبوني. يعني اتفقنا أنه ما في علاج لهي المشكلة، بس في خطوات ممكن تخفف. تماماً، هي العلاج هو الاستيعاب والاحتواء. أكيد. بالختام بدنا نتشكرك أستاذة ريما، وشكراً لكل النصائح اللي قدمتيها، وإن شاء الله يا رب هيك يكون الوعي الكافي عند الأهل. يعني مهمة ما نسهلة أبداً، اليوم الأم بدها تكون طبيبة. تمام. نفسية. تمام. ومعالجة، وكثير من القصص للأطفال وللعائلة. شكراً لكم.
أما هلأ عفاف مستمرين بمحطاتنا الصباحية، وصباح الخير عن جديد لكل يلي انضملنا. ولح نروح لتقرير بنحكي فيه طبعا عن فوائد بعض الأغذية الموجودة ببيوتنا واللي هي ممكن تكون مساعدة برفع مناعة الجسم وتخفف من الإصابة بمرض السرطان. خلينا نتعرف على بعضها وعن الدراسات اللي تحدثت عن هذا الموضوع بالتقرير التالي. أغذية مقاومة للسرطان. يعد النظام الغذائي المتوازن أفضل ضمانة للتمتع بصحة جيدة، خصوصاً إذا ما عرفنا أن هناك بعض الأطعمة التي تمنع الإصابة بأمراض كثيرة وتكافح مضاعفاتها، لا سيما الأمراض التي باتت شائعة مؤخراً كالسرطان. حيث ينصح الأطباء بالإكثار من الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامين والمعادن والألياف. إليكم مجموعة من الأغذية التي تحمي من المرض القاتل. البروكلي. تمنحك حفنة من البروكلي المسلوق مجموعة من العناصر المغذية التي يمكن أن تعمل مع الأنزيمات في جسمك على مكافحة السرطان. الطماطم. تشير بعض الدراسات إلى أن مادة اللايكوبين الموجودة في الطماطم لديها خصائص مضادة للسرطان، كما أنها مصدر جيد للفيتامين سي. الثوم. يحتوي الثوم على مركبات الكبريت التي يمكن أن تساعد في الحد من مخاطر تطور أنواع مختلفة من أمراض السرطان، كما أنه مصدر جيد للفيتامين بي والمنغنيز. الذرة. تحتوي الذرة على حمض الفيروليك، وكلاهما قد يثبت نمو السرطان، ويمكنك استخدام الذرة بأي شكل من الأشكال سواء كانت مسلوقة أم مشوية. الشمندر. يعتقد أن المادة الغذائية التي تعطي الشمندر لونه الأحمر المميز هي المادة ذاتها التي لديها خصائص مضادة للسرطان. الجزر. يختزن الجزر العناصر الغذائية في المواد التي تمنحه اللون البرتقالي وتسمى بيتاكاروتين، والتي تعد مضادة للسرطان. الشاي الأخضر. يعد الشاي الأخضر غني بمادة البوليفينول التي يعتقد أنها تساعد في منع نمو الخلايا السرطانية، ويعتقد أيضاً أن الأوراق المجففة من هذا النبات تعزز نظام المناعة وتزيل السموم وتحسن الصحة العامة. الكركم. يعتبر الكركم أحد التوابل التي تشتمل على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، ويحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تمنحه اللون الأصفر البرتقالي، ويعتقد أن لها تأثيراً إيجابياً في القضاء على الخلايا السرطانية. الفريز. يضم الفريز عناصر غذائية مضادة للالتهابات، وهو أيضاً مصدر مهم للفيتامين سي والمنغنيز، وكلاهما لهما دور فعال في مكافحة السرطان. أخيراً السبانخ. فالسبانخ غني بالمغذيات الكاملة، فهو يجمع فوائد أطعمة عدة، ومن هنا تكمن أهميته في مكافحة السرطان. كثير من أصناف الخضار والفواكه الموجودة بين أيدينا قد تكون دواء يساهم بالوقاية أو حتى الشفاء لكثير من الأمراض. صباح الخير عن جديد مشاهدينا. بما أنه كنا عم نحكي على مرض السرطان، فموضوع فقرتنا لليوم هو مرض صامت بيبدأ بتدمير الخلايا داخل الجسم دون أي إنذار، ولكن بتظهر علاماته إلا بعد فترة متأخرة جدا من انتشاره داخل الجسم. وهذا المرض هو موضوع فقرتنا لليوم، هو سرطان البنكرياس. يا سلمى. صحيح عفاف، مثل ما قلتي في كتير أوقات بتقول الدراسات أنه مو سهل أنه صحيح. يتم اكتشاف هذا الشيء، ولكن أيضا في دراسات تانية قالت أنه يمكن يكون الشعور بالعطش أو تغير لون البول إلى أغمق من اللون الطبيعي وغيرها من المؤشرات، ممكن تكون مؤشرات تدل على وجود مشكلة مثل السرطان أو غيرها. ولكن أيضا الحديث عن أنه هل يا ترى بعد اكتشاف هذا الموضوع هل في أمل للشفاء أو لا، كثير من الأسئلة بتخطر على بال الناس. واليوم تحديدا رح نحكي عن كل التساؤلات حول مرض سرطان البنكرياس مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الدكتور حسن عبد القادر حسن، وهو اختصاصي بعلاج الأورام. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية نتعرف على هذا المرض، يمكن أنه من خلال الحديث عنه والإشاعات عنه أنه هو صنف أخطر أمراض السرطان اليوم.
بدنا نعرف هاي الإشاعة صح ولا لا، ونعرف عن مرض سرطان البنكرياس. سرطان البنكرياس هو مثل أي سرطان آخر، عبارة عن انقسام غير طبيعي في خلية يؤدي إلى تكاثر غير طبيعي أيضا وغير مضبوط من قبل الجهاز المناعي، يؤدي إلى تشكل كتلي ضمن غدة البنكرياس. الآن إذا بدنا نحكي نحن عن سرطان البنكرياس لازم نفهم غدة البنكرياس شو مهامه وشو وظائفه. غدة مهمة موجودة في الجسم، لها توضع جغرافي مهم في أسفل المعدة بجانب الكبد، مشتركة مع القناة الصفراوية، فإذا هناك لها تأثير على باقي الأعضاء أيضا وليس فقط تأثير كغدة لحالها، مسؤولة عن إفراز الأنسولين، ضبط أنزيمات الهضم، إفراز بعض المواد المساعدة على الهضم. كل هاي القصص بتخلينا نكتشف أهمية هاي الغدة، وبنفس الوقت بتعطينا مشعرات معينة باضطرابات بهذه الوظائف لاكتشاف مبكر لسرطان البنكرياس. سرطان البنكرياس ما زال إلى الآن رغم تقدم العلم من التحديات الصعبة اللي بنواجهها بيومياتنا الطبية كمعالجين للأورام السرطانية، لأنه هو عبارة عن مرض صامت وأعراضه قد تكون متأخرة، ولكن كلمة أنه ما زال مرض غير شافي أصبحت تتراجع شوي شوي الحمد لله نتيجة تقدم العلم والتقنيات الطبية التي تؤدي إلى اكتشاف مبكر وتؤدي إلى علاج وشفاء إن شاء الله. هذول النقطتين المرتبطات مع بعضهم. يعني اليوم فينا نقول أنه الدراسات اللي حكينا عنها بالمقدمة اللي هي تغير لون البول أو حتى نسبة العطش هي من المؤشرات اللي ممكن تكون تماما. وخصوصا أنه نحن دائما بنربط أي شيء بالبنكرياس مثل مرضى السكري بيتنبهوا لما بصير بيتبولوا زيادة أو بصير عندهم تشفاف بالفم، فهذا الشيء ممكن يخليهم أنه هن يشكوا مرضى السكري وبعدين صحيح. هل ممكن يكونوا هم عرضين صراحة؟ ممكن إذا كان في عندي إصابة لمرض سكري مفاجئ بالرغم من عدم وجود قصة عائلية أو مؤهبات لمرض السكري وفجأة صار عندي مرض سكري، هذا بخليني راجع الطبيب وخليني شك أنه في مشكلة بالبنكرياس. أو مرضى سكري عم يتعالجوا من بعض الضوابط الفموية وبعض الحبوب البسيطة لقوا أنه عند السكري عندهم وما عاد يتعالج وما عاد ينضبط لا على حب السكري أو الأنسولين أو المعوضات الدوائية الأخرى وصار في صعوبة بالكنترول عليه، بخلينا نشك أيضا أنه صار في عندي مشكلة بالبنكرياس. الأعراض كثيرة لأنه أنا قلت أنه هي غدة لها موقع محاط بمجملة عصبية مهمة، ضفيرة عصبية مهمة، وأيضا يؤثر على الأنزيمات الهضمية، فإذا ممكن يكون له أعراض هضمية مثل العطش، الألم المضض، عسرة هضم، إسهالات، تغير لون الخروج أو تغير لون البول بسبب التأثير على البلوروبين وارتفاع نسب البلوروبين بتأثيره على القناة الجامعة طبعا بتأثير ديناميكي، وأعراض أخرى قد تكون مبهمة يعني غير معروفة السبب، أنه ممكن يجينا المريض بحكي اصفرار لون العينين مثلا إذا كان في ضغط على القناة الجامعة، تغير لون الجلد، تكسر أظافر. الأعراض كثيرة، المهم من هذا الكلام نحن نعرفه أنه إذا بصير في عندي أعراض مبهمة غير معروفة السبب المباشر يجب مراجعة الطبيب والتنبه إلى مشاكل البنكرياس من خلال التحاليل، الصور، الإجراءات اللي بدنا نعملها، ورح نحكي هلأ عن طريقة الكشف المبكر وهي طرق بسيطة يمكن اتباعها إن شاء الله. دكتور حكينا بالمقدمة أنه صار في دراسات علمية حول هذا الموضوع الكشف المبكر أو علامات تحذيرية ممكن تكون بمراحل مبكرة، شو رأيك بهذا الموضوع؟ والله نحن دائما في سياق المراقبة والمتابعة ننصح مرضانا بإجراءات معينة من تحاليل معينة. بداية إذا كان في عندي قصة عائلية أو قصة وراثية لتعدد الإصابات سرطان البنكرياس بالعيلة، هدول الأشخاص لازم يديروا بالهم ويعملوا هاي الفحوص هاي الفحوص والتحاليل بشكل دوري. إيكو بطن بيفرجيني غدة البنكرياس، التحاليل للسكر وتحليل الدم المباشر وتحليل الدم العام السي بي سي وبعض خمائر الكبد، وظائف الكبد ووظائف الكلية، مراقبة البلوروبين، كل هاي التحاليل مهمة جدا بالنسبة لنا. الحالات شوي متقدمة بنصير منراقب بطبق محوري أو حتى مرنان للبطن والحوض للتأكد من حجم وشكل كتلة البنكرياس. في بعض التحاليل بنسميها نحن الواسمات الورمية اللي هي CA19-9 وCEAA، هدول بنعملهم للناس اللي هني هاي ريسك يعني خطورتهم عالية للإصابة بسرطان البنكرياس أو في عدة قصص عائلية متكررة، نطلب منهم أنه يعملوا هذا التحليل بشكل دوري CA19-9
هيك اسمه الواسب الورمي الخاص بالأورام الهضمية وخصوصا بالبنكرياس، بيعطيني مشعر حقيقي لمتابعة مرضى البنكرياس أثناء العلاج إذا كانوا مشخصين، أو لمريض شاكك أنه في عنده إصابة ببنكرياس أو كتلة بنكرياس. طبعا ليست كل كتل البنكرياس هي كتل سرطانية، ويجب التنبه إلى هذا الموضوع، لأنه أحيانا في عندي كتل ليفية، في عندي أحيانا كيسات بنكرياسية بنسميها كيسة بنكرياسية حقيقية أو كاذبة، وفي عندي كتل ممكن يعني تكون عدة أنواع من السرطان، ليس بالضرورة أنه هو يكون السرطان الأخطر. أخطر أنواع السرطان في البنكرياس هي الأدينوكارسينوما السرطان الغدي، والنيورو أندوكراين تيومر أو نسميه نحن الورم الغدي الصماوي أو الورم البنكرياس الصماوي. هدول النوعين الأكثر شيوعا واللي بيكون متابعتهم وعلاجهم أصعب من غيرهم. ممكن يجي لنفوما، يعني هو سرطان دم بس بيجي بقلب البنكرياس، علاجه ممكن يكون بسيط إذا كان هوتشكين أو نان هوتشكين، وبكون من النتائج الشفائية التي تصل إلى 80% و90% من حالات الشفاء. إذن ليست كل حالة ورمية في السرطان هي حالة خطيرة، هي حالة متقدمة، هي حالة غير شافية، لا، في عنا درجات، في عنا أنواع، وفي عنا مراحل. نعم. طيب دكتور، ما أنه حضرتك حكيت أنه نحن أصلاً عنا درجات لهذا الورم، في حال تم اكتشافه أو تشخيصه أنه الشخص مصاب بسرطان البنكرياس، المراحل الثانية التي تليها لحتى تقدروا تتحكموا وتعرفوا هو بأنه مرحلة كيفية العلاج؟ في كتير ناس بتفكر أنه السرطان معناته بدي أعمل عملية استأصل فيها وعندي علاج كيماوي وعلاج شعاعي وما إلى ذلك، وفي ناس بتقول أكيد بدهم يحددوا لي عدد معين، يعني أنا بدي شهرين أو ثلاثة أو ست شهور وهكذا. تماما. الآن نحن تحديد المرحلة النسيجية يكون بداية بإجراء خزعة قولا واحدا. لا يشخص مرض السرطان إلا بخزعة، ولا يمكن التكهن فيه أو بطبيعته أو بنوعه إلا بإجراء خزعة من هذه الآفة الموجودة في جسم البنكرياس أو ذيل البنكرياس أو رأس البنكرياس. وبعدها منحدد شو هي المرحلة السريرية، هل هي مرحلة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة. إذا المرحلة النسيجية تحدد بخزعة، والمرحلة السريرية تحدد بالصور والتحاليل. إذا كانت الآفة مفردة بحجم معين ضمن جسم البنكرياس أو ذيله أو رأسه، ولا يوجد انتشارات خارج إطار البنكرياس أو ارتشاحات بالمحيط، فنحن ما زلنا عم نحكي عن مرحلة سريرية أولى، ويمكن علاجها بالجراحة والعلاج الكيميائي المتمم حسب النوع وحسب الشكل. إذا كان في عندي انتقال إلى العقد المحيطة أو إلى أعضاء محيطة، هون نحن بصرنا بمرحلة سريرية أعلى، ثاني، ثالثة، رابعة. صراحة إذا بدنا نحكي عن البنكرياس بالخصوص، الحالات الشفائية بتكون بالمرحلة الأولى والثانية، يعني في حال إمكانية إجراء العمل الجراحي. العمل الجراحي تبع سرطان البنكرياس ما نسهل، عملية كتير كبيرة اسمها ويبل، يتم فيها استئصال جسم البنكرياس مع رأس البنكرياس أو حسب مكان الإصابة، مع جزء من الكبد وجزء ومع الطحال مع جزء من المعدة. تخيلوا، لأنه بدي أعمل محيط أمان باستئصال الجراحي لحتى ما يصير في عندي نكس قريب واستئصال كامل العقد اللمفاوي. عقابيل العملية الجراحية أحيانا بتكون أخطر من المرض بحد ذاته، ولكن يعني يجب التنبه إلى، وفي الحمد لله رب العالمين عمليات ناجحة جدا من هذا النوع عند اكتشاف المرض بكتل صغيرة. أحيانا نلجأ إلى إعطاء علاج منسميه نيو أدجوفنت ما قبل جراحي لتصغير حجم الآفي للسيطرة على العقد المحيطة والوصول إلى عملية أبسط. إذا كان العمل الجراحي صعب بسبب ارتشاح الورم أو زيادة حجمه أو انتقاله إلى أماكن بعيدة، هون الخيار بيكون فقط بالعلاج الكيميائي، وحديثا بالعلاج المناعي من خلال معرفة الطفرة التي أدت إلى تكون هذه الآفة. العلاج الكيميائي هو العلاج اللي نحن كلنا بنسمع عنه، اللي هو العلاج الكلاسيكي، في مرضى بيستفادوا عليه وفي مرضى للأسف ما بيستفادوا عليه. وفعلا يعني إذا بدنا نجي نحكي نحن جايد لاين أو شو بتقول الكتب، بتقول إنه هذا المريض وضعه هيك، فمتوقع الكواليتي اوف لايف تكون هيك، والبروجريشن فري سيرفايفل او مده الحياه هيك. فهذا الموضوع هو دراسات علميه، بس يعني رب العالمين دائما اكرم للجميع، وفي عندنا مرضى يعني عاشوا فترات طويله بحياه جيده رغم وجود المرض بشيء اعلى من الدراسات العلميه. هلا بالنسبه للتطور فيما يتعلق بالموضوع العلاج المناعي، صرنا نعرف من خلال بعض التحاليل بنسميها مثلا NGS Next Generation Sequencer او المايكرو اري، نعرف من خلاله شو هي الطفره التي ادت الى تكون هذه الافه عند هذا الشخص، ومنعطي علاج لهذه الطفره او لهذا المشعر او جهاز المناعي من حفزه لحتى يقدر يسيطر على الورم، عم تكون النتائج كيوراتيف شفائيه بالرغم من انه ورم سرطان بنكرياس انتقالي من دون جراحة. من دون جراحة.
العلم عم يتطور، عم نشوف نتائج رائعة. نأمل من الله أنه توصل هاي الأبحاث وهاي الأدوية لعنا بشكل دوري، والحمد لله رب العالمين شوي شوي عم نقدر نجيب هاي الأدوية ونقدر نطبقها عنا بالبلد. حالات قليلة صحيح استفادت، ولكن دراسات العالمية مبشرة جدا. طيب أنه في نتائج كبيرة. ذكرت أنت بالبداية أنه نحن لازم كتير كيف بدي لك أنه العامل الوراثي هو صحيح. اللي عامل المسبب الأكبر خلينا نقول لهذا سرطان البنكرياس. طيب نحن اليوم فينا نوقي حالنا حتى لو كان العامل الوراثي أو في حدا من العائلة صحيح. موجود عنده هذا المرض، في طرق وقاية ممكن نحن صراحة العامل الوراثي هو أحد العوامل. هناك عوامل كثيرة مؤهبة لسرطان البنكرياس، واللي أشياء يعني إحنا بنعرف إنه التدخين سبب مباشر ومثبت علمياً، الكحوليات سبب مباشر ومثبت علمياً لأنه بتؤدي إلى التهاب بنكرياس مزمن ويؤدي في دوره إلى تطور سرطان بنكرياس. ولكن بالحقيقة سبب حقيقي ومباشر لتطور سرطان البنكرياس عند هذا الإنسان دونا عن غيره لسه ما هو معروف علميا. أكيد نحن ما بنعرف ليش هذا الإنسان انصاب دونا عن غيره، لأنه بكونوا مجموعة إخوي عايشين بنفس البيت نفس العوامل نفس الحياة، واحد منهم بينصاب، ليش ما انصابوا البقايا؟ علميا لا يوجد تفسير حقيقي. عرفت علي شلون؟ إلا طبعا السيناريوهات المعروفة، واحد صار عنده التهاب بنكرياس بعدين تطور لنخر بالبنكرياس بعدين تطور، يعني هذه نتيجة ممكن مرض. ممكن يكون في عادات خاطئة نحن طبعا عم يقول انه نحن بعد عن التدخين بعد عن الكحوليات. البداني اثبتت انه المفرطة البداني المفرطة هي سبب من اسباب تكون سرطان البنكرياس عند كثير بالاعمار الصغيرة. من صفات سرطان البنكرياس انه بيجي فوق 60 فوق 70 عند هدول المرضى، بس هلا صرنا نشوفه باعمار الشباب للاسف بسبب العادات الغذائيه الغلط، دخول عادات او مواد غذائيه جديده على حياتنا ما كانت موجوده، ادت الى مشاكل هضميه، عسر هضم، تاثير على غده البنكرياس، ضعف بافراز الانسولين، عدم السيطره على السكر في الجسم. كل هاي المواضيع ادت الى تغير نمط حياتنا. فلذلك ممارسة الرياضة، الابتعاد عن التدخين، اتباع أساليب غذائية صحية دقيقة، والتركيز على الألياف والخضروات المزروعة العضوية اللي ما فيها مواد كيماوية وأسمدة كتير، كل هالقصص هاي أكيد نصائح تقي من سرطان البنكرياس ومن السرطانات بالعموم. ولكن هل كل حالة وراثية مفروض أو مجبرين أنه نشوفها مرة ثانية بالعيلة؟ ليس بالضرورة. برجع لنفس النقطة اللي قلتها عن الـ NGS والتحاليل الجديدة اللي تكشف الطفرة. أيضا في تحاليل هذا كان بدي أسألك عنه، الخريطة الوراثية حاليا اللي عم يشتغلوا عليها بشكل كتير كبير فعلا. حتى في ناس بلشت تعملها لأطفالهم. أيوة يعني أيوة يمكن والله. ما بعرف إذا وصلت لنا هالتقنيات، في ناس وهو طفل يعني جنين بيقدروا يعرفوا الخريطة الوراثية هذا الطفل للأمراض. هل هو معرض لسرطان البنكرياس في ظل وجود إصابة وراثية سابقة بالعائلة؟ أنه إذا هذا الشيء موجود ممكن هذا الطفل يصير نعمل له وقاي دراسي معينة، فحوصات دورية أكثر، لحتى إذا شافوها ببدايتها يكون في سيطرة عليها. في سيطرة إن شاء الله توصل لعنا إن شاء الله إن شاء الله. وصل هلأ العلاج عن طريق العلاج طبعا موجود، العلاجات المناعية موجودة، التحليل عم ينعمل هون بسوريا الـ NGS. العلاجات المناعية الحمد لله مشكورة وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة عم تأمنها ضمن المشافي الحكومية، بالرغم من أنه هي أدوية غالية جدا جدا، ولكن الحمد لله رغم الظروف عم تتأمن، وإن شاء الله يا رب تكون بارقة أمل لجميع مرضانا بإذن رب العالمين. طيب دكتور خلينا ننتقل لموضوع جدا مهم وممكن انه التنويه عليه كمان ممكن يفيد هلا ممكن كثير عالم. عوامل الخطوره لهذا المرض، امتى ممكن يكون الشفاء منه شبه مستحيل او نحن فات الاوان ما بقى نستفيد شيء ومرحله التشافي قطعناها؟ طبعا مثل ما حكينا بعد تحديد المرحله النسيجيه والمرحله السريريه بنقدر نعرف شو هو الستيجينج او شو هو التصنيف تبع الحاله المرضيه لمريضنا. عوامل الخطورة حكينا عنها وعوامل الوقاية حكينا عنها. الآن إذا كان المريض من الدرجة الرابعة ولا يمكن تمام. تقديم علاجات نوعية لهذا المريض، شو ممكن نسوي له؟ صراحة للأسف بممارساتنا اليومية وبعياداتنا بنشوفها كتير أنه بيوصل لعنا المريض بالدرجة الرابعة وكأنه يعني وصل بالمرحلة الأخيرة ونحن ما عدنا نقدر نقدم شيء لهذا المريض، لأنه بصير مضاد استطباب للعلاج الكيميائي ومضاد استطباب للجراحة ومضاد استطباب لتقديم أي علاج صح. حتى هدفي أو مناعي جديد. هدول المرضى للأسف نعمل لهم شيء اسمه تحسين نوعية الحياة من خلال المسكنات القوية بأصناف عالية جدا قد تصل إلى المورفينات، وبعض المرضى بنوصل لهم إلى شيء هو تقنية تسكين الألم إن كانت بالمعالجة الشعاعية المباشرة على غدة البنكرياس أو محيطة، أو من خلال شيء بنسميه
تسكين الضفيرة العصبية المحيطة، بنحقن الأعصاب بمواد مسكنة ممكن تكون مباشرة بقلب العصب أو بمحيطه لحتى نقدر نأمن لمرضانا يعني مثل ما بقوله تسكين خلال هالفترة هاي الصعبة. الستيج فور أو المرحلة الرابعة للأسف ما زالت الخيارات محدودة بالعلاج، ومنسميها نحن علاجات تلطيفية لهدول المرضى. برجع وبأكد على الكشف المبكر هو أساس في كل أنواع السرطانات وخصوصا سرطان البنكرياس. كل إمتى دكتور ممكن نحن نعمل فحص دوري؟ بصراحة نحن أهم شغلي أنه ما نهمل أعراضنا مهما كانت بسيطة، لازم نراجع الطبيب ونعمل تحاليلنا وصورنا الدورية، وإذا كان عندنا قصة عائلية فالأمر مضاعف يعني عليكم لازم يكون في عندي هون صور كل 3 شهور كل 6 شهور نعمل إيكو نعمل تحليل نعمل طبقة محوري مرة بالسنة، يعني في سياق المراقبة وهذا الشيء مهم جدا. أكيد الله يشفي الجميع يا آمين رب. يا رب وشكرا لك دكتور المعلومات اللي بتعطينا إياها ودائما تعطينا جرعة هيك من الأمل. أمل إن شاء الله دائما موجود. مع الأمل ما في شيء بيروح. شكرا لك. الله يسلمك. شكرا لك دكتور، وأكيد بنتمنى ألف سلامة للجميع. آمين يا رب العالمين. شكرا لك. اهلا وسهلا. بختام صباحنا رح نحكي عن موضوع جدا مهم بخصوص الاشخاص يلي بيبداوا بمشروعهم الخاص مع كثير من الحلم والطموح والجهد حتى والاندفاع يلي بيكونوا هنن عايشين فيه لحتى يحققوا هذا المشروع، ولكن من ضمن مسيرتهم وطريقهم ممكن يواجهوا كثير من العقبات والعثرات اللي ممكن تحد من طموحهم او ممكن حتى توقف الاستمرار لهذا المشروع. اليوم سلمى صحيح حفاف، ويمكن السؤال اللي بيخطر ببال كل الناس انه يا ترى انا شو ممكن ساوي لحتى اقدر ابدا بمشروعي الخاص من دون اي مشاكل، شو ممكن اعمل لحتى اقدر على الاقل اني احقق النجاح بهذا المشروع، شو هي ادواتي اللي لازم امتلكها، شو هي الخطه اللي انا لازم بلش فيها. كثير من هاي الاسئله بيسالها رواد الاعمال وخصوصا الشباب بهذا الوقت. اليوم رح نعرف الوصفه اذا فينا نسميها من ضيفنا اللي معنا بالاستوديو دكتور منير عباس وهو رئيس مجلس اداره جمعيه الموارد البشريه. يسعد اوقاتك دكتور ويسعد صباحك. صباح الخير دكتور واهلا وسهلا فيك. يعني اليوم موضوعنا هام لكثير من الشباب، وحكينا بالبدايه نوهنا على نقطه انه ببدايه المشروع ممكن نواجه كثير من العقبات، فالسؤال لحضرتك اليوم كيف نحن بدنا نتخطى هاي العقبات او نبلش بهذا المشروع مع احتماليه الفشل؟ تمام. هلا نحن فكر الريادي هو يعني شيء رائع جدا، وهلا نحن كل شبابنا متوجهين له وصارت ادواته متوفره الحقيقه. رياده الاعمال هو انشاء مشروع من الصفر احيانا، واحيانا هو اكمال مشروع قد بدا ولكن بتقديمه بطريقه مختلفه ابتكاريه. فرائد العمل عندما يقوم بمشروع سواء كان ربحي او سواء كان خدمي او مجتمعي، هو عم يقدم افكار ابتكاريه جديده، عم يقدمها بطريقه حديثه او خلينا نقول بطريقه مقبوله بشيء انه ما كانت من السابق مقبوله فيه. بيخطئ الأشخاص أحيانا وقت يحسبوا أنه هن بدي يعملوا مشروع من الصفر يبلشوا فيه حتى يكون مشروع ريادي. لا، أحيانا نفس المشروع كان فاشل سابقا تقدم بطريقة جديدة صار رابح ومستدام. إذا هي ريادة الأعمال أحيانا تقديم طريقة جديدة. أنا بحسهم محظوظين رواد العمل هالأيام. ليه؟ لأنه نحن سابقا كان لتأسيس شركة أو القيام بأي عمل لازم تستأجري مكان ولازم يكون في عندك مساحة جغرافية مؤمنة. الآن أي رائد عمل ممكن يبدأ بصفحة موجودة على السوشيال ميديا ويكون عنده أكثر من 1,000, 2,000, 100,000, 1,000,000 متابعين وزبائن محتملين. يعني هون صارت الدراسات الإحصائية افتراضية، يعني صرتي انت تقيسي قديش الترند لتقبل المنتج تبعك او الخدمه تبعتك عن طريق السوشيال ميديا، وهناك صفحات ستاتستكس احصائيه بقلب نفس الصفحه، سواء انستغرام سواء كان فيسبوك سواء كان لينكد ان اذا بدك كمان عم تروجي عن نفسك وعن البزنس تبعك. فانا حاسس انه ادواتهم كثير حلوه، ولكن هالانفتاح الزايد كمان بده دراسه اكثر. يعني هلا فكره مشروع ما بيعني انه والله خطرتي ببالي فكره يلا تعال ننفذها، في دراسه في خطه للمشروع، في سقف توقعات. تماما، في خطة مدروسة. هي الخطة إلى عدة أقسام. أول شيء الإمكانيات المالية، إنه هل متوفرة؟ وتصوري إنه نحن وقت بنعطي دورات بريادة الأعمال بنلاقي إنه كان محسب رائد العمل إنه لازم بس تعطيني تمويل حتنجح فكرتي أو مشروعي. لا، بعد ما نعطيهم الدراسة الموارد البشرية بقلب المشروع والدراسة التسويقية والدراسة الفنية ونعطيهم الدراسة المالية بلاقوا أسهل شيء هو الحصول على قرض للفكرة، وإنه هن لسه مو جاهزين كشخص يدرس فنيا المشروع ويدرس بطريقة التسويق. فإذا هناك دراسات أساسية بنبدأ نحن أول
اول شيء برياده الاعمال بدراسه السوق، هل هناك سوق للمنتج او الخدمه اللي بدي اقدمها؟ ثاني شيء الدراسه الفنيه، هل انا استطيع تقديم الشيء اللي بدي اقدمه بميزه تنافسيه غير اللي غيري قدمه؟ الشغلة الثالثة تجي عنا فورا هي الدراسة المالية، أو خلينا نقول دراسة الموارد البشرية قبلها، هل عندي أنا شركاء؟ هل عندي العقول؟ هل عندي الأشخاص القادرين على تحمل الريسك؟ بتعرفي انت ريادة الأعمال كلياتها مخاطرة، وصامدين بوجه العواصف اللي هي ممكن يشوفها رائد العمل. وآخر شيء بتيجي الدراسة المالية، يعني آخر شيء بس تعملي هالمشروع دراسة جدوى اقتصادية بتقدمي على قرض، صدقيني بس تكوني مستوفية هدول الثلاث عناصر كتير الجهات عم تعطي قروض، يعني من مؤسسات تمويل صغير لمصارف هلأ رجعت من سنتين وأكثر عم تعطي قروض، ولكن بدك تكوني مستوفية الدراسة، ما تكون فكرة عبارة عن فزعة فكرة إنه أنا والله اليوم جاء على بالي أعمل هالشيء تاني يوم راحت. أهم شيء بريادة الأعمال أنا بنبه عليه الشغف، يعني أنت مآمنة بالفكرة اللي أنت عم تعملي فيها مشروع ابتكاري، ودائما لازم ندرس وين مساحة الحاجة لها، يعني تقديم ميزة تنافسية. الميزة التنافسية بأي شيء بتعملي هي اللي بتضمن لك الاستدامة. على سبيل المثال شفنا برد ومطر، ممكن بكل سهولة رائد العمل يطلع من هالشيء هذا من ناحية فرصة يقول لازم بيع شماسي على الموقف، يعني دائما بيطلع هو على الناحية اللي هي الغيره بيشوفها انه أزمة هو بيشوفها فرصة. فوقت يكون عنده الشخص هي التفكير الإيجابي للأزمات انه هي فرص هو رائد عمل. يعني انا كثير كل يوم بشوف عشرات رواد الاعمال وكل يوم بنعاصرهم وما شاء الله عليهم، صار معاصر اكثر من 400 500 مشروع هن رواد عمل، كلياتهم بتلاقيهم من بدايتهم مآمنين بالفكره، هلا هن اشخاص لهم اسمهم بالسوق وموجودين وعم يتصدر عملهم خلينا نقول الافتراضي خارج سوريا. أكيد. طيب دكتور منير، حضرتك حكيت فكرة مهمة، يمكن من فوائد هذا العصر اللي نحن فيه هلأ أنه صار فيه كثير جمعيات، صار فيه كثير جهات عم تعمل مؤتمرات ورشات عمل لكيفية انتقاء العمل المناسب أو حتى رعاية المشاريع الصغيرة. اليوم هل إذا كان المورد المالي اللي أنا حاطه ببالي بدي بلش في هذا المشروع الصغير صغير، معناته أنا مشروعي رح يفشل؟ هل دائما يحتم علي أنه يكون عندي رأس مال كبير لبلش فيه أو لا مو شرط؟ صدقيني أنه العكس تماما، يعني هن بيشوفوا رواد الأعمال بكرة أنه الدعم اللي هن بدهم إياه، والوقت واحد يقدم لك دعم كتير كبير على فكرة لساتها مو ناضجة بيكون عم بيضرك. يعني احنا لازم نتفكر هلا كثير حبيت التصرفات تبع المؤسسات الماليه عم تقدم قروض حسب نسب الانجاز. يعني خليني اقول بتعطيكي 400 مليون لمشروع معين، بتقول لك حسب كل فتره انجزتي فيها حاعطيكي قسم من القرض. يعني انجزتي اول فتره، فتره الانشاء والتاسيس، بدك مثلا اصول ثابته بعطيكي نص المبلغ، اعطيني تطورات المشروع لاصرف لك بقيه المبلغ، نوع من المحاسبه والمراقبه على صاحب المشروع. هذا الشيء عم يعطيه انه هو لازم يتقدم بالمشروع دفع. مو تعطيني انت فورا المصاري كلياتها صارت كلياتها نجحت او ممكن فشلت، ممكن اصرفها كلها على اصول ثابته، ما عاد في صحيح. عندي رانينج كوست، ما عاد في عندي كاش اعطيه لاستمراريه المشروع، ما عاد في عندي سيوله للامام، وين الخطه المخاطره؟ ولكن الشيء لازم نركز عليه كثير نحن، التدريبات اللي بتتم على رياده الاعمال ما نستقل فيها ابدا لوضع خطه. يعني هي اهم شيء الخطه. كل رواد العمل انا من خلال خبرتي بشوفهم اكثر من شيء 13 14 سنه عندهم ضعف من الناحيه الماليه، ضعف من الناحيه الماليه، ما بيعرف يعمل ميزانيه بسيطه، ما بيعرف يحسب بده، بيقول لك خلص بكره بكبر مشروع بجيب لك محاسب. طب انت المحاسب اللي جبتيه ما بدك تعرفي تقري تقاريره؟ يعني هالشخص هذا اللي جبته المالي اللي هو ضليع جدا ورائع، ما بدي اعرف هو هالنسب وهالريتينج اللي اعطاني اياهم كيف بينقروا من ناحيه صاحب عمل. فبدنا تدريب، انا بشوف الناحيه اللي بدنا تدريب فيها هي الناحيه الماليه. النواحي الثانيه هن اوريدي جايين جاهزين وحابين الفكره، يعني كل شخص فيهم هو متحمس وشغفه هو اللي خلاه يوقف بعدة عواصف. يعني لو برنامجنا طويل كان جبت لك كثير قصص نجاح من اشخاص فشلوا عشرات المرات بعدين لنجحوا. يعني من قد ما هن مآمنين بمشروعهم كثير هي عطتهم دافع. فلذلك انا بقول لهم قبل ما تدرسوا اي فكره مشروع، هل عندكم شغف وحب لهي الفكره؟ لانه جايتكم كثير صعوبات، نحن بنسميها صعوبات، انتم بتسموها حواجز ممكن تعديها. اليوم عم نشوف دكتور في كثير فرص مناسبه بسوق العمل وهامه كمان، ولكن الشباب الخوف من الفشل اليوم او مع وجود راس مال خلينا نقول عنه بسيط ممكن يصير في رادع لهالشيء، هي تعتبر معوقات او علامات فشل ولا لازم حتى مع الاشياء البسيطه يباشروا مشروع؟ هلا رائد العمل يمتاز عن الشخص العادي انه مثل ما قلت لحضرتك بيشوف الازمات فرص.
فهو ليس خائف وهو محب للمخاطرة. فدائما رابطين هنا بتعريف ريادة الأعمال ريسك تيكر، يعني شخص بيحب يخاطر. فالمخاطر مو يعني جازف يحمل هالمصاري ويكبر بأي طريقة وأي عندي رأس المخاطرة. فهون في ناس يعني تخلط بين المفهومين، ما بيعني إنه المخاطرة إني أنا أروح جازف بالمبلغ وشوف الأزمة كلياتها وأقعد استثمر فيها. أنا بدي أشوف وين بصيص الأمل، وين الميزة التنافسية تبعتي بالسوق حتى بنص الأزمات. يعني كتير أشخاص طلعوا بريادة الأعمال مثلا من عملية قطع كهرباء لتوليد كهرباء بمنطقة بحاجة، في ناس ولدت بطاقة بديلة مناطق آمنة لدراسة الطلاب حاليا، وعم بتأجر الساعة لحضور الطلاب بهالظروف ما فيها الكهرباء ولا دفع. يعني في أفكار كتير بتلاقيها. أنت شايفة هالنقطة أزمة، هو شايفة هي بصيص أمل وشايفة ريادة أعمال. كتير أشخاص مثلا بتلاقي هالمنطقة اللي هي فيها دراسة على سبيل المثال بمنطقة كلها مقطوعة الكهرباء فيها ومغذاة بالكهرباء والتدفئة، جنبها لقينا فتح مطعم، جنبها صار في مكتب التصوير، خلق بزنس تاني، جنبها صار في مول صغير للتياب. يعني بتلاقيتي أنت بنقطة جذب كتير بسيطة ريادية، المنطقة كلها انتعشت وهي صارت المنطقة اللي حواليها كلها هي ما مأمنة فيها الظروف العادية. فإذا أنا وقت عم بشوف هاي الأفكار الإبداعية اللي عم بتصير، عم بتطلع أنه قديش ريادة الأعمال شيء اللي إحنا بحاجة له كتير. دائما كل الدول بتطلع من أزمات بحاجة لأفكار ريادية. الأفكار الريادية هي تقديم الأزمات بطريقة استثمارية، ودائما بيكون عند رائد العمل أفكار بالتقديم تختلف تماما عن الأفكار العادية. خليني أعطيكي مثال بسيط. نحن هلأ بدنا موظفين رواد عمل، لأنه هلأ حتى مفهوم البزنس الحديث صار بده الشركاء وليس موظفين. انت بدك تكوني موظفة عندي تساعديني انا كيف فيني اجيب مصاري اكثر للشركه حتى يستمر دخلي ودخلك. يعني هلا كلياتنا صارت وحده تصوري من شروط التقديم على الوظائف الاعتياديه اللي هي مبدا الوظيفه وليس رياده عمل وصاحب مشروع، انه يكون في عنده فكر ريادي. كيف يعني فكر ريادي بالبزنس؟ انك انت تساعديني انا صاحب شركه كيف شايفه هلا تقبل منتجاتي وخدماتي ممكن يتحسن بوجودك معي، وليس تكوني عبء على صاحب الشركة انك عم تنطري راتبك وتكوني انت عبء مادي. لا، انت فتي بمفهوم الشراكة الريادية لنا. فهذا الشيء صار له اكثر من 5 سنين عم يرتاد ودائما فعلا عم يعطي نتائج. فكتير بس عم نجيبوا موظفين عندهم تفكير ريادي، هن كانوا بيطمحوا يكون عندهم مشروعهم، طلعوا هالطموح كلهم بالشركة اللي راحوا عليها. صدقيني انه عم تفتح افرع الشركات عم بيكونوا هن مدراء هاي الافرع، يعني فاتوا بشراكة بسبب تفكيرهم الريادي. طب دكتور، يعني مثل ما حضرتك قلت في كتير شغلات ممكن ما تكون تخطر على بال الشخص، وهي فعلا فكرة ممكن تساعده ليبلش مشروع صغير. من خلال دراستك للسوق السورية، سوقنا المحلية بشكل عام، شو شفت المشاريع الريادية اللي حاليا هي عم تنطلب، عم بتبلش وعم بيكون في إلى نجاح وصدى وغير تقليدية، يعني غير مطروقة ما كنا نفكر فيها سابقا؟ الحقيقة هلأ كل الأعمال الافتراضية هي اللي أخذ الترند بالعالم، مو بس بسوريا. وسوريا سوق واعي جدا. أنا عم بتطلع على سوريا مثل وقت تطورت الهند بالتكنولوجي كلياتها، عم شوفها كيف صارت هي الحديقة الخلفية التكنولوجية لدول العالم المتقدم دائما. يعني هلا بتحكي انت على اي كاستمر سيرفيس بامريكا بكندا برد عليك واحد بالهند عم يعطيك الخدمة الزبائن، هي انتقلوا للتكنولوجيا. انا شايف سوريا مستقبلها كتير تكنولوجي رائع جدا، وعندنا الادمغه الرائعه الرياديه. يعني تصوري انت على بساطه الاعمال، ما في حدا انا بعرفه كمهندس معلوماتي الا عم بيصدر عمل معين لدول الخليج او دول الاوروبيه بهالامكانيات. يعني عم بيجي دخل جيد، وعم بيكون كل اعماله مريحه، وركينج فروم هوم عطى مساحه كتير كبيره للاشخاص انه تشتغل مع عدة شركات، وبنفس الوقت هي موظفة بمكان معين. يعني هلا انا كثير كل الناس اللي عم نوظفهم هلا حاليا من سنة وجر كله عم بيكون بارت تايم، يعني عم بيكون ما بدي اياه غير يومين بالاسبوع يجي شخصيا، والباقي يكمل شغله معي على الاونلاين. دائما عم بنطلب مننا اعمال افتراضية. العالم الافتراضي فتح مساحات كثير كبيرة، بالخاص هلا دخل الاي اي، وما شاء الله عنا الشباب أوام عاصروا وفهموا على التكنولوجيا الجديدة ودخل بكل التفاصيل. صار أنا لحالي فيني منتج فيلم لإلي أنا على إمكانياتي البسيطة باستخدام الذكاء الاصطناعي. صار فيني أعمل ديزاين كتير حلو وأخذ استفادة من تجارب وديزاينات موجودة بأرقى دول العالم عن طريق استجلابها مثلا أو استحضارها عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي. فهلا في عندنا مساحه كثير كبيره افتراضيه، المشاريع كلها عم تنتقل. حتى هلا موضه المولات والشوبينج اونلاين كلها وبسوريا. هلا صار في عندنا 4-5 تطبيقات بسوريا بتفوتي بتعملي شوبينج حتى من السوبر ماركت اللي هي نيكست دور جنب بيتك،
هي موجودة بهذا المول وعم بيوصل لك الطلب لعندك. فنحن رايحين بترند جديد اللي هو كلياته اعمال افتراضية، ما بيعني انه التغيت وظائف، لا، حضرت هي الوظائف وتقدمت بطريقة تانية. ولكن خلينا بالختام معك دكتور هيك ناخذ منك اهم النصائح اليوم لكل شاب او صبيه كانوا بدهم يبلشوا بمشروعهم الخاص او الصغير، حتى ان كان على ارض الواقع ولا من خلال الاي اي او حتى على مواقع التواصل. انا بقول لهم ادرسوا الرياده منيح. الرياده مو هي بس شغف وطموح لكم، الرياده بدها دراسه تجارب ناجحه. درسوا رواد الاعمال الكبار كيف طلعوا من مشاريع تخرج وصاروا كلياتهم استثمروا الفكره، درسوا السوق كثير منيح، اطلعوا على الازمات كانها فرص كلياتها، وتدربوا على الناحيه الماليه كثير. يعني انا عندي هون كثير يعني وجع معهم، لانه بس نوصل للناحيه الماليه بنوقف شوي صغيره. حضروا ميزانيات حتى لو على بساطتها حتى تديروا اعمالكم، وبتمنى لهم دائما يتدربوا على مهارات سوق العمل ويكثروا من مهارات التواصل، لانه تلاقي هلا في كثير ناس ناجح عملها بس عندها ضعف بالتسويق لعملها، فعم تروح تلجا لاشخاص يسوقوا لهم افتراضيا مع انه هو صاحب المنتج وصاحب الخدمه، فيدير باله كثير على مهارات التواصل، ما بيعني انه صار افتراضي ما له بحاجه للتواصل البشري، لا، لازم يزيد جهده اكثر لانه لا غنى عن موضوع التواصل الاعتيادي والتقليدي. اكيد معلومات مهمه دائما. معك دكتور منير، بدنا نتشكرك ونتمنى التوفيق لكل شبابنا ولكل رواد الاعمال بمشاريعهم الصغيرة أو حتى بمشاريعهم الخاصة. شكرا لك. شكرا لك دكتور منير. شكرا لك. أكيد كمان مشاهدينا بدنا نتمنى التوفيق للجميع اليوم لكل شاب أو صبية، شو ما كان عمركم وشو ما كانت المعوقات، دائما خلوا الاستمرارية لحلمكم هي عنوان لحياتكم. وصار لازم نختم معكم برنامجنا الصباحي، ونتمنى لكم بقية نهار حلو وخالي من الأغبياء وخالي من البرد وخالي من كل شيء بيزعجكم. باي باي. أكيد تضلي بخير عفاف، وأكيد لكل مشاهدينا شكر موصول لكم لمتابعتكم. نحن اليوم الخميس نهاية الأسبوع، نتمنى أكيد يوم الجمعة يكون يوم عائلي بامتياز، وخصوصا بهذا المنخفض، أيام قليلة بقيانا بهذا المنخفض، نتمنى فيها أكبر مثل ما بيقولوا قدر ممكن من الهطل المطري حتى يعمل خير على بلدنا. تضلوا بألف خير. باي باي.